ليست المرة الأولى التي تخرج فيها أعداد كبيرة من المصريين إلى شوارع البلاد للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم، إلا أن المراقب للوضع العربي يعرف أن أعداد من خرجوا لإسقاط حكم محمد مرسي يكثرون بأضعاف من خرجوا في المرة الأولى بهدف إسقاط مبارك. وعندما يكون نازلون إلى شوارع هم المصريون أنفسهم، فإن من أطلق لفظ الثورة على المرة الأولى فإن عليه إطلاقها أضعافا على المرة الثانية. أفرد الإعلام السوري بعمومه ساعات طوالا لتغطية الحدث التاريخي في مصر، وكان من البديهي أن تهتم أكثر من غيرها المحطة السورية المتخصصة في مجال الأخبار. المتابع لأداء بعض محطات الأخبار العربية يرى أن منها من تعامل مع تغطية قناة الإخبارية السورية للحدث المصري بشكل واسع، خبر قد يفوق أهمية ما يحصل في مصر ومحافظاتها. أفردت قناة الإخبارية الرسمية السورية تغطية واسعة وخاصة للتطورات في مصر، فقد خصصت القناة نوافذ حوارية ونقلا مباشرا من مناطق مختلفة في مصر لمظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي، وقامت بتقسيم شاشتها إلى نحو 9 شاشات أخرى مواكبة للحراك في الشارع المصري، كما بثت مقتطفات من خطب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ينتقد فيها جماعة الإخوان المسلمين. لا يفوتنا أن هدف المحطة من خبرها هو أن تقول إن المحطة السورية تركت ما يحدث في سوريا واهتمت بأخبار مصر بهدف التعتيم. لن يسمح الوقت كي نناقش تغطية الإخبارية السورية لأحداث سوريا، لذلك نترك التفصيل فيها لجزء لاحق، بما نذكر أيضا بأن تلك المحطات عابت على الإعلام السوري تغطيته لأحداث تركيا. الإعلام السوري الرسمي يفرد مساحات واسعة من تغطيته المباشرة للتظاهرات التي اندلعت في تركيا. المحطة السورية هي محطة إخبارية كما تلك المحطات، بصرف النظر عن تفاوت الإمكانيات المادية، وتلك المحطات لم تقصر في تغطية أحداث مصر وترويضها بما يخدم الخط السياسي لكل محطة على حدة. في مدينة نصر أنه سيلقي كلمة. أجواء المحتدمة شعبيا وسياسيا يبقى التأثير لحجم التظاهرات المرتقبة اليوم. طبعا سنحاول التعرف على الوضع الآن في القاهرة وفي بقية المحافظات من خلال شبكة مراسلين. سأبدأ مع سمير حسن الموجود حاليا في محيط رابعة العدوية. ممنوع دخول الإخوان، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن المتظاهرون هنا لا يقلقون من تواجد الأشخاص أو أعداد المصريين الذين خرجوا بهدف إسقاط مبارك أقل بكثير من عدد التوقيعات التي جمعت لإسقاط مرسي ونزلت نفسها إلى الشوارع، إلا أن تلك المحطات وصفت الحراك الأول بثورة شعب من حيث التغطية والتوصيف والدعم، فيما خروج أضعاف الأعداد القديمة بهدف إسقاط مرسي لم يوصف بثورة شعب، رغم أن الشعب هو ذاته مضاعفا في الساحات، بل استقدمت ذات الشخصيات الدينية لتصف الأمر بالفتنة وتدعو المصريين للحوار. ليس هناك حل من غير أن نلتقي وأن نستمع بعضنا لبعض ولا نصبر بعضنا على بعض سنة واحدة. كم حكم محمد مرسي؟ سنة، والله سنة. أنا نصبر عليه سنة أيها الإخوة. أرجوكم أيها الإخوة المصريون أن تعطوا أنفسكم فرصة أخرى. اللهم إنا نسألك أن تقينا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بما ذات الشخص في بداية أحداث سوريا بتاريخ 27 من آذار 2011 قال إن الزمن هو زمن الثورات.